بحثا عن ربط علاقات شراكة جديدة والاطلاع على مختلف الجوانب التشريعية والتقنيات الحديثة في مجال التكنولوجيا الخضراء، يوصل وفد الجزائري المشارك في الصالون الدولي للاقتصاد الأخضر والدائري إيكوموندو بإيطاليا سلسلة لقاءاته ثنائية مع نظرائه من مختلف الدول المشاركة. احنا شاركنا في هذا المعرض الدولي كممثلين للدولة الجزائرية للتبادل المعرفي في مجال الطاقة المتجددة والفعالية الطاقوية، وخاصة في مجال الاقتصاد الدائري. وقمنا بعملية ندوات في مجال الطاقة المتجددة والفعالية الطاقوية، ورأينا هناك مجال كبير للعمل والمشارك بين الجزائر وإيطاليا في هذا المجال الطاقوي والاقتصاد الدائري. تعزيز العمل المشترك وشراكات بين الجزائر وإيطاليا والخبرات اللي نقدروا نطبقوها في بلادنا إن شاء الله. ويعني كان عندنا نظائر هنا في إيطاليا اللي تكلمنا معهم على عدة مشاريع اللي نشوفوا فيها راح تكون مهمة إن شاء الله للتطور تاع البلاد. معرض إيكوموندو في طبعته 26 يعد كذلك فرصة للهيئات والمؤسسات الاقتصادية الجزائرية المشاركة لإبراز قدراتها وتجربتها في مجال الطاقة والتدوير. المركز بصفته أحد أقطاب البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجزائر يعرض بعض المنتجات البحثية التي قام بتطويرها في قسم الطاقة الحيوية في المركز، خاصة فيما يتعلق بالنماذج المطورة في المخبر، بما كل ما يخص الغاز الحيوي، كل ما يخص أيضا لابيوديازال، لابيو ميثان، لابيو الكول. On s'est intéressé à certains produits اللي كاينين لهنايا في الصالون هذايا، في tout ce qui est encore une fois efficacité énergétique ou la développement durable et produits recyclables et renouvelables. Voilà. وهنايا في ça nous permet aussi يمكننا تاني حنايا باش نعرفوا لي زاكتيفيتي تاعنا واش نديروا واش نخدموا كامل. هذه اللقاءات الثنائيه من شانها فتح الابواب امام المشاركين الجزائريين لاكتساب الخبرات من خلال الولوج الى احدث التكنولوجيات في مجال الطاقه النظيفه والتدوير والوصول الى حلول مبتكره تسهم في تنميه الاقتصاد الوطني.